امتثالا للاوامر الساميه لحضره صاحب الجلاله السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وبهدف المشاركه مع فرق البحث والانقاذ الدوليه في عمليات البحث والانقاذ جراء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا في الساعات الاولى من يوم الاثنين الماضي موقعا الاف الضحايا والمصابين غادرت قوة من الفريق الوطني للبحث والانقاذ التابعه لهيئه الدفاع المدني والاسعاف الى جمهوريه تركيا عبر طيران سلاح الجو السلطاني العماني. وتشارك سلطنه عمان بفرق بحث وانقاذ ومعدات متخصصه في عمليات البحث والانقاذ الى جانب الاطقم والادوات الطبيه والادويه لمساعده المتضررين جراء الزلزال. طبعا منذ وقوع الكارثه يوم الاثنين الساعه الثانيه ليلا تابع الفريق فريق البحث والانقاذ موقع اللجنه الاستشاريه الدوليه للبحث والانقاذ وبالتالي كان يتابع كل المعلومات المتعلقه بالكارثه ومن ثم تم رفع تقرير طبعا الى القياده يعني عن الحاله ومدى استعداد الفريق للمشاركه فيها فريق البحث والانقاذ سيعمل تحت اللجنه الاستشاريه الدوليه هناك 12 فريق لحد الان في الموقع وبالتالي سيتم التسجيل في موقع المنظمة هناك وسيتم تلقي التعليمات في المواقع اللي ممكن يعمل فيها. وهناك تنسيق كامل بيننا وبين ايضا سفاره السلطنه في جمهوريه تركيا وان شاء الله الامور راح تكون على خير ما يرام. ومنذ اعلان السلطات عن الزلزال فقد تابع الفريق الوطني للبحث والانقاذ بسلطنه عمان مع الهيئه الاستشاريه الدوليه للبحث والانقاذ التابعه لمكتب الامم المتحده انسراج ووضع الفريق في اتم الجاهزيه للتحرك الى جمهوريه تركيا بالتنسيق مع السلطات التركيه وتقدر الإشارة إلى أن الفريق الوطني للبحث والإنقاذ حصل على الشارة الدولية في شهر مارس من عام 2012 بعد إجازته من قبل الهيئة الاستشارية الدولية كثاني فريق على مستوى الشرق الأوسط ينال هذه الشارة نظير جهوده المتواصلة وآدائه المتميز لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله